زي الاخبار على التلفزيون بالظبط، زي البيان بتاع حسام شرف اللي ملوش لازمه. علقت عليه قلت ايه؟ هو اصل احنا معلقين عليه قبل كده ايام ما حسني مبارك قاله. ايوه فهو نفس الخطاب مفيش تغيير. يعني انت شايف مفيش تغيير ولا ايه؟ لا في تغيير. في تغيير. بس للاسوأ. لا انت كده. طب المعماري مودانا على فين؟ ما هو تغيير للاسوأ. لان احنا المفروض لما حصلت ثوره عشان يتغير نظام، مش عشان يحكمني نفس النظام. يعني انت ترى النهارده اللي هي ثوره من جديد من يوم من بدء الاعتصام ان شاء الله ثوره ثانيه بعد 25 الحمد لله بسلامه مصر. الحمد لله بسلامه مصر.